بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أنا دكتور طارق الوليدي، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة اسكندرية. الحقيقة دلوقتي عايزين نتكلم على حاجة شاغلة بال الأمهات كلها اللي بتكلمنا سواء على التليفون أو في العيادة، عشان تسأل إزاي نتعامل مع المناعة بتاعة طفلنا، إزاي نرفع المناعة. الطفل بتاعي عشان جاله كذا مرة حرارة، هل ده مناعته ضعيفة ولا لأ؟ هل محتاج اديله حاجه ترفع المناعه ولا لا؟ فالحقيقه عشان نتكلم على المناعه، المناعه موضوع كبير قوي قوي، ولكن احنا هنا هنحاول نقرب للاذهان بس ازاي هنتعامل مع رفع المناعه في الايام الجايه. طبعا البدايه في الرضيع، فعشان نديله فعلا المناعه الحقيقيه يبقى احسن حل هو الرضاعه الطبيعيه، ان الطفل يرضع من صدر امه 6 شهور كاملين على الاقل، علشان يبتدي يعرف فعلا يتعامل مع الجو المحيط المليان بكتيريا ومليان فيروسات، وياخد المناعة عن طريق اللبن بتاع الأم طول الوقت. عشان كده الحقيقة القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 233 قال إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهم الحقيقة الرضاعة الطبيعية عشان تبقى كاملة يبقى الفطام مش قبل سنتين، لكن هم اول 6 شهور منظمة الصحة العالمية بتقول ان الطفل ما يحتاجش اي حاجة تانية غير اللبن الطبيعي في الفترة دي، الا الناس اللي عندهم ضرورة ملحة لكده، الام مش تقدر ترضع، الام عندها مرض، الام بتاخد دواء، او في حاجة تنتقل عن طريق اللبن للطفل. في الحالة دي بس هنتعامل مع الفورمات او الالبان البديلة. مش عايز نقول البان صناعيه، الحقيقه التعبير ده خلاص من العالم كله اختفى، وبتكلم دلوقتي على فورمولا، يعني توليفه تقارب لبن الام او تتماثل معاها في النسب المواد الغذائيه. يبقى الرضاعه الطبيعيه هنا الحقيقه واللبن الطبيعي في حاجات كثيره جدا بترفع المناعه، واهم حاجه فيها بترفع المناعه اللي هو البريبيوتكس والبروبيوتكس. البروبيوتكس هم البكتيريا النافعه اللي عايشه داخل الامعاء بتاعنا. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في اللبن الطبيعي مواد بتنشط البكتيريا النافعه دي، وبتخلي التوازن قائم ان يبقى في صالح البكتيريا النافعه عشان تفيد الجسم وتحمي جهازه الهضمي من التعرض للفيروسات والبكتيريا بوجه عام. يبقى البريبيوتكس هو ده اللي هينشط البروبيوتكس اللي هو البكتيريا اللي داخل الامعاء، فده جزء مهم جدا في اللبن الطبيعي. عشان كده الحقيقه الشركات لما بتحاول تقلد اللبن الطبيعي في الفورمات المختلفه بتزود العناصر اللي ممكن تنشط المناعه عن طريق انها تدخل المواد دي في تركيبتها عشان تنشط وتخلي الجو العام داخل الامعاء يسمح بنمو ونشاط البكتيريا النافعه، عشان بالضروره هي كمان تنشط جهاز المناعه. وجهاز المناعه هنا هيشتغل على كذا مرحله، يمنع التصاق البكتيريا والفيروسات بجدار الامعاء وبالتالي ما تقدرش تخش جوه، ينشط الخلايا اللي بتفرز المواد المنشطه للمناعه داخل الجسم. يبقى ده بالنسبه للرضاعه في المرحله الاولانيه من العمر. نيجي بعد كده للمرحله اللي بعدها، الطفل هيبتدي يتعامل مع الاكل. ناخد بالنا الحقيقه ان الاكل هنا ونقص التغذيه مش نقص المواد الكبيره بس او المغذيات الكبرى اللي هي زي اللي بالانجليزي نقول على ماكرو نيوترينز اللي هي البروتين والدهون والكربوهيدرات، دول اساس طبعا في الايه في الغذاء بتاعنا طول الوقت، لكن هو المشكله بتحصل مع المايكرو نيوترينز اللي هو المغذيات الصغرى. المغذيات الصغرى دي الحقيقه زي العناصر اللي حوالينا، المواد المعدنيه والفيتامينات، فلو احنا دول نقصوا معانا ده هيحبط جهاز المناعه وهيقلله، فاحنا محتاجين لكميه كويسه جدا من الحديد، من الزنك، من فيتامين دي، من فيتامين اي وفيتامين بي والايودين، علشان نخلي الجو مفيش نقص في المواد دي داخل الجسم. وده الحقيقه العالم كله بيفكر فيه، وازاي يمنع اللي هو يقولوا عليه هيدن هانجر اللي هو الجوع الخفي، اللي هو الجوع مش مجرد نقص البروتين او نقص الكربوهيدرات او نقص الدهون، لا ده احنا بنتكلم على عناصر غذائيه ثانيه محتاجين لها كميات صغيره، لكن محتاجين لها دايما طول الوقت ان احنا ناخدها عشان تنشط جهاز المناعه بتاعنا وتتعامل معاه. نيجي بعد كده للسن الاكبر شويه،
اللي هيبتدي يتعامل مع البكتيريا والفيروسات المختلفة اللي حوالينا. ابتدى العقل البشري ينتج ويبدع ويفكر ازاي نعمل محفزات للمناعة لجهاز المناعة نفسه. الحقيقة المتوفر في الأسواق طبعا المعامل طول الوقت بتطلع حاجات ده، لكن فكروا كويس جدا في اللي هو اللبن أو الكلوستروم أو اللبن الأولي. طبعا ده اللي مليان مضادات خارجة من اللبن الطبيعي، وهنا فيها أجسام مضادة تنشط جهاز المناعة وتمنع دخول الفيروسات والبكتيريا للجسم. فابتدوا يتعاملوا مع البوفاين كلوستروم اللي هو اللبن البقري اللي هو في أول 6 ساعات من العمر بالنسبة للحيوان ده. بياخدوا اللبن اللي هو اللبن الأولي ويستخلصوا منه المواد النافعة دي وابتدوا يدوها في شكل بودرة أو تتعامل، ودي حقيقة بقت موجودة جدا في كتير جدا في من المركبات اللي موجودة عندنا. في برضو عناصر تانية الحقيقة بتحفز جهاز المناعة مش ضد الفيروسات بس، في حاجات كمان بتنشط ضد البكتيريا. الحقيقة السويسريين هم اللي كانوا يعني نشيطين جدا في الحتة دي، واخترعوا حاجة اسمها OM85 اللي احنا عارفينها في الأسواق باسم البرونكوفاكسان، ودي عبارة عن بكتيريا اكستراكت، يعني مستخلصات من أجزاء معينة من البكتيريا بتنشط جهاز المناعة ضد هذه البكتيريا، بس دي الحقيقة ملهاش دعوة خالص بالفيروسات، وهتتعامل مع البكتيريا اللي بتصيب الجهاز التنفسي اللي هي متعارف عليها انها بتعمل تأثير على الجهاز التنفسي العام. ده الحقيقة باختصار قوي الحاجات اللي ممكن نتعامل معاها. يبقى الأكل المفيد، الأكل الصحي اللي بيعتمد على العناصر الغذائية في السن اللي هو ما فيهش فيه لا رضاعة طبيعية ولا رضاعة صناعية، ولكن هنا الأكل اللي حوالينا، وده اللي هينشط فعلا جهاز المناعة بتاعنا ويديله أكبر فرصة إنه يقاوم الفيروسات اللي جاية علينا، وربنا يسلمها ويسلم الأطفالنا طول الوقت.